وثيقة إصلاح قطاع العدالة ومدى انعكاس مخرجاتها على الاستثمار في موريتانيا موضوع ندوة منظمة من قبل هيئة المحامين الموريتانيين بالتعاون مع نادي القضاة الموريتانيين. استقلالية القضاء ولعب دوره البارز في كافة ميادين الحياة، يؤكد رئيس نادي القضاة أنه يتطلب مشاركة كافة الفاعلين القضائيين في جميع الورشات الناتجة عن وثيقة إصلاح العدالة. إن القيام بهذا الدور على الوجه الأكمل يتطلب مشاركة واسعة وفعالة للقضاة والمحامين وكل الفاعلين القضائيين في ورشات الإصلاح والتطوير وفق الخطة التي رسمتها الوثيقة والتي خرجت من مشكات المنتديات العامة بعد نقاشات مكثفة شخصت الواقع وقدمت رؤية جديدة للإصلاح. الملتقى التشاوري يقول ممثل هيئة المحامين إنه سيناقش تأثير مخرجات الوثيقة على مناخ الاستثمار في البلاد، وذلك من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات. إن هذه الورشة التي ستشاركون فيها لتمثل امتدادا لما تجسد في الأيام التشاورية التي عالجت مختلف الاختلالات الملاحظة في هذا القطاع، وتمخض عن ذلك الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي ستناقشون مضمونها وتأثير مضمونها على مناخ الاستثمار الوطني. الندوة تعد أول عمل مشترك بين نادي القضاة الموريتاني والهيئة الوطنية للمحامين، سعيا منهما في قضاء شامخ يشكل أساسا قويا للعدل ودولة القانون وعاملا مهما في حماية الحريات والاستثمار والتنمية، إضافة إلى محاربة الفساد والجريمة المنظمة. وكانت وزارة العدل قد نظمت مؤخرا منتديات عامة لإصلاح العدالة خرجت بتوصيات تمثلت في الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، لكنها لم تترجم عمليا إلا أن القضاة يعملون بتنفيذها نظرا لما تضمنته وفق رأيهم من حلول جذرية للتحديات التي يعاني منها المجال القضائي.